نشاط فصل الأخبار، البداية مع العناوين. الرئيس البوليفي يستقيل من منصبه بعد دعوة قائد الجيش له للاستقالة. بعد تظاهرات طالت منازل مسؤولين وأملاكا بحرية في لبنان، دعوات للاعتصام أمام المصرف المركزي اليوم بالتزامن مع مؤتمر صحفي يعقده حاكم المصرف. هنالك أدلة فنية يعني ملموسة لدى يعني المقاومة على تدخل الأمريكان سلبا بعد انطلاق هذه التظاهرات. الناطق باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني للميادين، الولايات المتحدة دخلت على خط التظاهرات لزرع الفتنة. الإمارات تؤكد أن لأنصار الله دورا في مستقبل اليمن وحاجة دول الخليج للمشاركة في أي مفاوضات جدية مع طهران. حركة حماس توافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع. أهلا بكم. إذن استقال الرئيس البوليفي إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا لينيرا من منصبيهما بعد احتجاجات على إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة مستمرة منذ 3 أسابيع. وأعلن موراليس في خطاب عبر التلفزيون استقالته من منصبه كرئيس للبلاد قبل أن يغادر مدينة الألتو حيث كان يقيم عبر الطائرة الرئاسية. con dignidad y identidad del pueblo boliviano. وكان قائد الجيش البوليفي ويليام سكاليمان دعا لاستقالة موراليس، وفي حديث للصحفيين أشار إلى أن الجيش يتعامل مع رد فعل عنيف متزايد بشأن الانتخابات. بعد تحليل حالة النزاع الداخلي، نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية والسماح باستعادة السلام والحفاظ على الاستقرار لصالح بوليفيا. الرئيس البوليفي كان قد دعا إلى انتخابات عامة جديدة للحفاظ على السلم الأهلي والديمقراطي، وهو ما رفضته المعارضة. إذا أعلنت رفضها ترشح الرئيس للانتخابات الجديدة. بصفتي رئيسا للبلاد تتمثل مهمتي الأساسية في حماية الحياة والحفاظ على السلام والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي ووحدة المجتمع البوليفي بأسره. لذلك وبعد الاستماع إلى أعضاء مركز العمال البوليفيين والقطاعات الاجتماعية الأخرى، قررت استبدال العضوية الكاملة للمحكمة الانتخابية العليا. في الساعات المقبلة ستضع الجمعية التشريعية المتعددة القوميات والشعب جنبا إلى جنب مع جميع القوى السياسية الإجراءات اللازمة لذلك. دعا المتظاهرون في لبنان إلى اعتصام حاشد غدا أمام المصرف المركزي بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاكم المصرف رياض سلامة قبل الظهر. هذا وتواصلت التظاهرات أمام المرافق العامة ومنازل عدد من السياسيين. ففي صيدا نفذ عدد من المتظاهرين اعتصاما أمام مكتب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، حيث ردد هتافات تتهمه بالفساد واستغلال المالية العامة للدولة. كما ردد المتظاهرون هتافات ضد حاكم مصرف لبنان. حمل النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله المصرف المركزي وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية العمل على معالجة التفلت في أسعار صرف العملة وغلاء أسعار السلع. مثل ما استخدموا موضوع الاقتصادي، اليوم في حدا عم يستخدم موضوع العملة، مسؤولية المصرف المركزي ومسؤولية حتى الحكومة المستقيلة. مش إذا الحكومة استقالت أنه بيقعدوا ببيوتهم، لا، هن اليوم تحملوا مسؤولية. في مسؤولين في هذه السلطة وفي قضاة في هذه السلطة القضائية وفي مصارف وفي مؤسسات لا تزال تتعامل مع الأزمة الحالية بالعقلية الماضية. كيف نهرب؟ كيف نضيع وقت؟ كيف نضحك على الناس؟ كيف نلعب على الحبال؟ كأنه ما نحن شايفين هذا المشهد الشعبي وهذه التحركات الحقيقية الصادقة.
أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي رفضه قرار حاكم مصر في لبنان بتحديد المدعوين إلى مؤتمره الصحفي غدا. القصيفي قال إن المؤتمر يجب أن يكون مفتوحا لمن يرغب من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وشدد على أن اقتصار الدعوة على عدد محدود من وسائل الإعلام غير مبرر ولا تفسير له، مضيفا أن هذا النهج يدل على تعامل مصر في لبنان مع أفراد الجسم الإعلامي على قاعدة التمييز والمفاضلة. وبالعودة إلى ملف استقالة الرئيس البوليفي، تنضم إلينا مديرة موقع الميادين إسبانول وفيقة إبراهيم. سيدة وفيقة أهلا بك بداية، يعني آخر المعطيات فيما يتعلق باستقالة الرئيس البوليفي. نعم، بصراحة يعني استكملت مراحل الانقلاب الذي بدأ منذ 3 أسابيع، اليوم استكمل قبل قليل مع استقالة الرئيس إيفو موراليس ومغادرته ومعه نائبه ألفارو غارسيا لينيرا إلى منطقة تشيموري في كوتشابامبا، حيث يعني بدأ حياته السياسية من هناك بين أهله وبين مناصريه. الرئيس موراليس أعلن أنه يغادر منصبه منعا لتصاعد العنف الذي تمارسه المعارضة اليمينية ضد مناصريه وضد المسؤولين في الدولة وأعضاء حزب الحركة من أجل الاشتراكية. هم يعني خلال اليومين الأخيرين اختطفوا أبناء وزراء وشقيقات وزراء وأجبروهم على الاستقالة، ومن ثم كانت الرسالة المتلفزة لقائد الجيش يطالب باستقالة أيضا الرئيس إيفو موراليس منعا لنشوب الحرب الأهلية، لأن العنف كان قد يعني بدأ يسود في الشارع البوليفي. وقال الرئيس إيفو: لقد استقلت من منصبي كرئيس لكي يتوقف كل من كارلوس ميسا ولويس فرناندو كاماتشو عن الاعتداء على القادة الاجتماعيين، في إشارة لعمليات العنف الاحتجاجية التي بدأت ضده في اليوم التالي لانتخابات 20 تشرين الأول. الرئيس إيفو أكد أن استقالته ليست خيانة بأي شكل من الأشكال، فالكفاح مستمر ونحن الشعب، يعني قال نحن الشعب ونحن نمثله، نغادر منصبنا تاركين بوليفيا جديدة تخوض عملية التنمية، وندائي هو للشباب أن يكونوا إنسانيين مع الأكثر فقرا وتواضعا. قال يعني المهم بالأمر أيضا أن إيفو في نهاية كلامه قال: خطيئتي أنني قائد نقابي ومن الهنود من السكان الأصليين، ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرأي العام العالمي ليقولوا الحقيقة حول هذا الانقلاب، لأنه انقلاب على الطريقة القديمة، يعني بوليسي عسكري وفاشي، يعني هذا اليمين الذي مارس الفاشية بكل معنى الكلمة في مجتمع مسالم بصراحة. يعني أما نائب الرئيس الفنزويلي البوليفي المستقيل غارسيا لينيرا قال من جهتها أن هذا الانقلاب قد اكتمل، وأنهم يعني هو والرئيس إيفو موراليس ومناصريهم في حزب الحركة من أجل الاشتراكية سيطبقون صرخة التمرد التي أطلقها القائد الهندي التاريخي المثال بالنسبة للشعوب الأصلية والسكان الأصليين توباك كاتاري عندما قال: نحن عائدون وسنكون بالملايين. غارسيا لينيرا قال: لقد سرقتم أصواتنا فلا تدمروا بوليفيا ولا تقتلوا الناس. يعني ماذا بعد الاستقالة؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذ بعد استقالة الرئيس البوليفي؟ بصراحة أنا أود أن أقول بالبداية أن ربما دعيني أقول أننا وصلنا إلى هذا المكان برأيي المتواضع جدا، ولكن من متابعتي لأمور أمريكا اللاتينية أقول أن الخطأ الأول كان بفتح الباب لهذه المنظمة البالية الكالحة التي تسمى منظمة الدول الأمريكية،
وهي بصراحة يعني تاريخها معيب ومشين في تاريخ الأمة اللاتينية. الرئيس إيفو بحسن نية طبعا فتح الأبواب لهذه المنظمة وقال تعالوا وراقبوا وكونوا شهود على أننا نحن الأكثرية، وكان يؤمن أنه سيثبت لهم وهم سيكتفون بما سيؤكده لهم. أخطأ أيضا بأنه لم يسلح الشعب، لم يدرب الشعب على أنه يجب أن يدافع، يعني اليوم يستقيل والشعب كان يريد أن يقاوم أكثر، أن يقف أكثر، ولكن هو قلبه إنساني جدا جدا. يعني سيدة وفيقة، الآن عمليا السلطة في بوليفيا بيد من، ومن هو فعلا بالتحديد قائد الجيش؟ نعم، من هو بالفعل قائد الجيش الذي دعا موراليس؟ هل هو محسوب على اليمين؟ طبيعة الحال الآن أصبح كائنا من يكون من يطالب الرئيس إيفو بالاستقالة، قد تم شراؤه بطبيعة الحال، أصبح في المقلب الآخر. وأيضا زعيم أحد زعماء المعارضة كاماتشو، هذا الأسوأ يعني الحالة الأسوأ والأكثر فاشية في هذه المعارضة، دخل إلى القصر الرئاسي وخرج وتصور في الداخل قبل الاستقالة حتى. وفقا للنظام الدستوري في بوليفيا يجب على رئيس مجلس الشيوخ، وفي هذه الحالة هي رئيسة السيدة أدريانا سلفاتيرا، عليها هي أن تتولى رئاسة البلاد بالوكالة، وعليها الدعوة الآن مثلا يعني السلطة ميتا. الآن هي ليست بيد الجيش، لا ليست بيد الجيش، يجب أن تكون، ولكن دعيني أقول أمر في غاية الأهمية. اليوم هؤلاء الفاشيين يعني لا تصالح مع الفاشية، لا تصالح. الآن هجموا على سفارة فنزويلا في بوليفيا، السفيرة هناك تنادي، أرسلت رسالة لي على الواتساب تقول أنهم يحرقون السفارة. الآن هجموا على سفارة فنزويلا ويهجمونهم في الطريق، الآن يهجمون باتجاه سفارة كوبا. هؤلاء الفاشيين يعني لا يعملون حسابا لأي شيء، هو العنف والعنف ومن ثم العنف. الآن رئيسة المجلس الشيوخ أدريانا سلفاتيرا هي من حزب إيفو موراليس، وأنا أشك بصراحة بعد كل هذا العنف وبعد اختطاف عائلات الوزراء وإجبارهم على الاستقالة، يعني أشك أنها هي ستتولى الآن وسيتركوها تتولى الرئاسة والدعوة لانتخاب أعضاء للمجلس الانتخاب الأعلى وللدعوة للانتخابات. يعني هو الوضع في غاية يعني فيما يتعلق بالوضع الميداني، أيضا تأثير هذه الاستقالة على الشارع لناحية المتظاهرين. طبيعي الآن هناك مواجهات في منطقة الألتو حيث كان الرئيس إيفو وحيث أعطى المقابلة لتلسون، هناك في مواجهات بين الشرطة وبين غاضبين، يعني غاضبين ومن مناصري الرئيس إيفو موراليس. العنف الآن في الشارع البوليفي، أقول وأكرر أن السفارة الفنزويلية تعرضت لاعتداء الآن قبل قليل، وهناك معلومات أنهم يسيرون باتجاه سفارة كوبا أيضا في لاباس. لذلك علينا أن ننتظر لنرى هذه المعارضة اليمينية، أكرر الفاشية، لأنها لجأت إلى أسلوب لم يعد يرتكب حاليا في أمريكا اللاتينية. نحن قارنا وأخطأنا المقارنة بصراحة بما حصل مع القائد تشافيز، يعني أين ما يحصل الآن مما حصل مع الرئيس تشافيز، باعتبار يعني ذكرتني بسلفادور أليندي في تشيلي في صراحة، ما لأنه يعني انقلاب عسكري بوليسي فاشي بكل معنى الكلمة. طب يعني توقيت الاستقالة لماذا اليوم؟ يعني هذه الاستقالة خاصة أتت مباشرة بعد دعوة قائد الجيش.
مباشرة ومع تصاعد العنف أيضا. إيفو قال لن أدع بلدي يسقط في حرب أهلية، هذه الحرب الأهلية لن أدعها تحصل في عهدي، يعني قالها العديد من المرات. يبدو لي وكأن الرئيس إيفو موراليس يعني هو هذا الإنسان الكبير فعلا لم يستطع تحمل أن يرى رفاقه ورفاق الدرب وعائلاتهم يتعرضون إلى لكل هذه الأعمال الهمجية، وكانوا يعني ينهارون أيضا يعني عندما كانوا يتصلون بهم وأبنائهم مخطوفون فكانوا يستقلون يعلنوا الاستقالة، وعندما قائد الجيش يطالب بذلك يعني ماذا سينتظر؟ أن يقول للشعب انزلوا واقتلوا بعضكم، يعني اختار أن ينكفئ وأن يقول لم نذهب انتظرونا سنعود بالملايين. وأنا أؤمن أن هذا الشعب هذا يعني السكان الأصليين بعد أن يعني تذوقوا طعم العيش بكرامة، طعم الحياة الإنسانية، وطعم أن يكون الإنسان إنسانا في مجتمعه وليس عبدا أو وليس من درجة عاشرة، لا يستطيع العودة ليعيش كما كانوا في السابق يعني وكأنهم عبيد، لا يمكن. ومع هذه المعارضة التي بدت هي المنتصرة الآن، هذه المعارضة الفاشية، لا أرى مستقبل للحياة الهنيئة لكل هؤلاء الشعوب. لذلك الأمور يعني الحياة التاريخ دورة يعني هي معركة في طريق النضال، وأنا لا أعتقد أن هذه هي نهاية العالم في بوليفيا. ويعني مع الفاشية أعود لأكرر لا تصالح، وأن على الشعوب أن تتدرب لتعرف كيف تدافع عن عملياتها السياسية وعن إنجازاتها، وأن لا تكون عرضة ولقمة سائغة يعني لقمة سائغة في فم هؤلاء الفاشيين. وفيق إبراهيم مديرة موقع الميادين إسبانول، شكرا جزيلا لك. إلى العراق، حيث حمل الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني الولايات المتحدة مسؤولية كل الآثار السلبية الناتجة عن احتلالها العراق والسماح بتدميره، مؤكدا في مقابلة مع الميادين ضمن برنامج من العراق وجود أدلة ملموسة على تدخل الأمريكيين في التظاهرات لزرع الفتنة. هنالك أدلة فنية يعني ملموسة لدى يعني المقاومة على تدخل الأمريكان سلبا بعد انطلاق هذه التظاهرات، وأرادوا حذفها باتجاهات متعددة، أرادوا أن يزرعوا فتنة ما بين الأجهزة الأمنية والحشد من جهة وما بين الشعب العراقي، وأرادوا أن يقنعوا يعني قنواتهم ذهبت باتجاه أنه من نفذ عمليات القنص والقتل باتجاه نظائر هم الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، ونسوا أن العراقيين لا زالوا يحفظون للحشد والمقاومة والأجهزة الأمنية أنهم بالأمس سالت دماءهم دفاعا عن هذا الشعب، فلا يمكن لعاقل أن يقبل أن بالأمس يدافع عن شعب واليوم يرفع بندقية باتجاه هذا الشعب. دخلوا باتجاه أو زجوا باتجاه عناصر لخلط هذه الأوراق، لكن العراقيين أوعى بكثير من هذه المخططات ومن نفذ هذه المخططات، ورفضوا كل هذه الأساليب، وبات واضحا أن هنالك طرفا ثالث. ترى أن الآن حتى المتظاهرين كلهم بكل أصنافهم يعني سواء كانوا في بغداد أو في محافظات أخرى يتحدثون عن المطالبة من هو الطرف الذي نفذ عمليات القنص، والحكومة قادرة على كشفها. الحسيني قال إن الحراك في الشارع هو نتيجة تراكمات وأخطاء سياسية، مؤكدا أن المقاومة العراقية جزء من التظاهرات التي تشهدها البلاد. ندعم حق التظاهر وأيضا ندعم المطالب الحق التي خرج بها المتظاهرين، ونحن نقف إلى جانبهم في هذا الأمر، بل صوتنا إلى جانب صوت المتظاهرين. لدينا حضور لا نقول بشكل واضح ميداني، لكن جمهور المقاومة حاضر في هذه التظاهرة، وحتى أن المقاومة قدمت ما قدمته للمتظاهرين لإعانتهم على أن تكون هنالك تظاهرات سلمية واقعية على الأرض بعيدة عن الاحتكاكات مع الأجهزة الأمنية، وأيضا تجنبهم المندسين والمآرب الأمريكية في داخل هذه التظاهرات. الحسيني أكد أن لفصائل المقاومة العراقية والحشد دورا في حماية الحدود غير مرتبط بما يجري من تظاهرات في بغداد وغيرها من المحافظات. ما يجري الآن من يعني حراك موجود في الساحة قطعا هو جزء من المخطط الأمريكي، هذا يعني ترك أمنيا بشكل يعني كبير إلى الأجهزة الأمنية المختصة لتحافظ عليه، لكن واجب فصائل المقاومة الحشد الشعبي ظل على الحدود العراقية وظل يراقب العدو الأول
والأساسي هو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ومنع توسعتها أو إيجاد مساحة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة. إلى الآن نحن نراقب هذه التحركات وأيضا نعمل على الحدود لضبط الحدود العراقية حتى لا تكون هنالك ثغرة. التواجد على يعني على الحدود وهو الهدف الأمريكي الذي أرادوه منذ فترة بإبعاد فصائل المقاومة والحشد الشعبي عن المناطق الحدودية والانكفاء إلى الداخل سواء كان في محافظة الأنبار أو محافظات أخرى، هذا لن ينالوه. وحتى لو حدثت هذه الإشكالات التي حدثت في يعني في داخل بغداد أو في محافظات أخرى، هذا لن يجر هذه الفصائل. إلى ذلك عقد الرؤساء الثلاثة في العراق اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث التطورات. المجتمعون أكدوا أن الاحتجاجات السلمية هي حركة إصلاح أو هي حركة إصلاحية مشروعة، رافضين أي حل أمني، كما أكدوا الشروع بفتح ملفات التحقيق الخاصة بالفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسبب في استشهاد وإصابة متظاهرين وقوات أمنية. المجتمعون أعلنوا أيضا مباشرة العمل على تشريع قانون جديد للانتخابات والتمهيد للحوار الوطني. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف عن حرق دائرة العدل في منطقة باب الشرقي وسط بغداد. كذلك اندلع حريق في طابقين يضمان مخزنا للعطور في ساحة الخلان وسط العاصمة العراقية. أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة صوتية قرب جسر الجمهورية من دون وقوع إصابات. كما أغلق متظاهرون في محافظة النجف دوائر الضريبة ومديرية التربية ودائرة الرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى. المطالب المتعددة التي يرفعها المتظاهرون في العراق جعلت البرلمان أمام مسؤولية مباشرة لحسمها، كون أغلب تلك المطالب بحاجة إلى تشريعات قانونية وفق الدستور. محمد الفهد. السلطة التشريعية الأعلى في العراق على خط أزمة التظاهرات وفق الدستور، فمن تحت قبة البرلمان ستخرج القوانين والقرارات والتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وغيرها، جوهر ما يريده الشارع في احتجاجاته المستمرة منذ أيام، ما يعني تحول الثقل الأكبر من بيت الحكومة إلى ممثلي الشعب والكتل السياسية. اليوم الكتل السياسية والبرلمان العراقي هو صاحب المسؤولية الكبرى أكثر من الحكومة، من يتحمل مسؤولية إقرار القوانين والقرارات، لأنه القرارات تحتاج إلى تصويت وتحتاج إلى قراءة أولى وإلى قراءة ثانية وتحتاج إلى استناد على المواد الدستورية. تراكم الخلافات السياسية وانقسام الحلفاء وتقاربهم وتبعات تضارب المصالح وتقاسم المناصب جملة عوامل أسهمت في تدني الخدمات وتقييد العاملين في السلطة التنفيذية وفي فسح المجال أمام هدر المال العام منذ عقد ونصف، هكذا يقول المراقبون في تحليلهم للمشهد العام في العراق. أعضاء هذا المجلس يعني وفي هذا الوقت تحديدا مع وجود تظاهرات ينتمون إلى الأحزاب، إذن البرلمان لم يخرج إلى أن يكون هناك قوانين ومشاريع قوانين خالصة بعيدة عن التحزب السياسي والمحاصصة الطائفية. ولأن البرلمان مكون من أعضاء غالبيتهم تنتمي إلى الكتل السياسية والأحزاب المتهمة بالتقصير، فإن مهمة ممثلي الشعب قد لا تخلو من مطبات سياسية ستفرزها الخطوات الإصلاحية المرتقبة. الحكومة العراقية على ما يبدو نقلت الأزمة من ساحتها إلى ملعب البرلمان عبر حزم إصلاحية غالبيتها تحتاج إلى تشريعات قانونية، وتاليا فإن ممثلي الشعب في المجلس النيابي في مواجهة مباشرة مع الشارع لتلبية مطالبه. محمد الفهد، بغداد، الميادين. أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التصعيد مع إيران لا يخدم أحدا، معتبرا أن دول الخليج بحاجة لأن تكون على طاولة أي مفاوضات جدية مع طهران. خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي اعتبر قرقاش أن لأنصار الله دورا في مستقبل اليمن، داعيا إلى البناء على حالة الزخم الحالية للتوصل إلى حل سياسي، وأعرب عن تفاؤله بأن يتحول الاتفاق بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى نقطة انطلاق لحل شامل. ماذا يعني تهديد السيد الحوثي ورده على التهديدات الإسرائيلية؟ وما معنى تبادل الجانبين تهديد؟ وما هي أبعاد ذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة؟ هبة محمود. الموت إسرائيل.
كلازمة مع كل صاروخ تطلقه القوات المسلحة اليمنية وقبل أن يسمع صوت السلاح تسمع عبارة الموت لإسرائيل. لم يطلق زعيم حركة أنصار الله السابق حسين بدر الدين الحوثي هذا الشعار إلا لأنه متجذر في الإيديولوجيا اليمنية القائمة على رفض القبول بالوجود الإسرائيلي. هذه المرة يخرج عبد الملك الحوثي ليطلق خطاباً هو للمرة الأولى تحذير واضح وتهديد صريح لإسرائيل باستهداف مواقع حساسة جدا في حال فكرت في الاعتداء على اليمن. في الواقع التهديد اليمني هذا سبقه تهديد إسرائيلي، إذ اتهم نتنياهو صنعاء بالإعداد لهجمات ضد إسرائيل. لم يمر تهديد نتنياهو لليمن بسلام، لقد لاقى آذانا صاغية وسواعد مرفوعة ضد إسرائيل. صحيح أن الحوثي تحدث أكثر من مرة سابقا عن تورط إسرائيل في الحرب على اليمن وشراكتها فيها، لكن تصريحات نتنياهو قرأت بأن إسرائيل قررت الخروج من وراء الكواليس والدخول إلى المسرح مباشرة وربما عبر ضربة استباقية. كان يمكن للحوثي تجاهل التهديد الإسرائيلي، فهي كثيرا ما تهدد، ولكن أن يختار الرد بل وأمام حشود هائلة من اليمنيين فيعني أن أطر معادلة الردع تتوسع، ويعني أن اليمن وصل إلى مرحلة متقدمة في امتلاك أسلحة الردع القادرة على الوصول ليس فقط في شبه الجزيرة العربية ولكن أيضا خارجها وصولا إلى الأراضي المحتلة. والحديث هنا ليس عن تطور السلاح الجوي فحسب، وإنما عن سلاح البحرية اليمنية أيضا. وإذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا. وكما تعامل اليمنيون بجدية مع التهديد الإسرائيلي، كذلك فعل الإسرائيليون مع التهديد اليمني. إعلامهم يحلل ويستنتج ويتابع ويربط دوائر الأحداث بعضها ببعض ويسأل هل نحن حقا بحاجة إلى تهديد إضافي من اليمن بعد سوريا ولبنان والعراق وإيران؟ الموت لإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن لدى إسرائيل علاقات تتعزز مع 6 دول عربية على الأقل. قال في مستهل جلسة للحكومة للنظر في قرار المشاركة في إكسبو 2020 في دبي أن التطبيع سيتحقق. لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما خطوة بعد خطوة بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا لكنه سيتحقق. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اكتشاف بلاد حقلا نفطيا ضخما بمساحة 2400 كيلومتر مربع في محافظة خوزستان، وذلك بمخزون 53 مليار برميل. إعلان روحاني جاء خلال زيارته محافظة يزد، حيث أكد أن إيران تقف صفا واحدا أمام الضغوط الأمريكية. اكتشفنا حقلا نفطيا في خوزستان يحتوي على 53 مليار برميل من النفط. هذا الحقل النفطي يمتد على مساحة 2400 كيلومتر مربع من مدينة بوستان حتى أوميدية. إن استخراج 1% من نفط هذا الحقل سيزيد من عائداتنا النفطية 32 مليار دولار. شيدت إيران رسميا الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي المطل على مياه الخليج بقدرة إنتاج أكثر من 1000 ميجاوات من الكهرباء. جاء ذلك بعد أيام على إعلان الخطوة الرابعة في إطار خفض طهران التزاماتها النووية. أحمد البحراني والتفاصيل. قبل 8 سنوات دشنت إيران الوحدة الأولى من مفاعل بوشهر كأول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة. هي تشيد الوحدة الثانية منها بقدرة إنتاج 1000 ميجاوات
في ذروة العقوبات الاقتصادية عليها. السؤال الذي يطرح دائما هو عن سبب اهتمامنا بالطاقة النووية. المرشد قالها بصراحة، هي الطاقة التي تضمن مستقبل الأجيال المقبلة، وأيضا لأنها تجلب القوة والاقتدار للبلد، كما أنها طاقة نظيفة ورخيصة. لذلك سنعمل على إنتاج 20,000 ميجاوات من الطاقة الكهروذرية في السنوات المقبلة. سيكتمل بناء محطة بوشهر الثانية عام 2025 وفق اتفاقية إيرانية روسية شملت إنشاء وحدة ثالثة أيضا حتى نهاية 2027. مشروع سيمكن إيران من إنتاج 3,000 ميجاواط من الكهرباء عبر الطاقة الذرية ومن الصمود أمام الضغوط الأمريكية. الأمريكيون لو كان باستطاعتهم منع الأكسجين عنا لفعلوا ذلك، فهم منعوا الأدوية عنا واتخذوا مسارا غير إنساني، وهذا هو الإرهاب الاقتصادي بعينه. تحملنا ضغوطهم القصوى، وهناك بعض الدول الخليجية التي تتبع مسيرهم للأسف وهي مخطئة، فهي تعيش إلى جانب إيران. وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت قرارا قبل أشهر يقضي بفرض عقوبات على كل من يقدم المساعدة لتوسيع منشأة بوشهر. يشكل مفاعل بوشهر رمز صعود إيران إلى الطاقة النووية السلمية وحصيلة عقود من المفاوضات والتعايش مع العقوبات. وإذا دخلت إيران النادي النووي رسميا بعد بناء الوحدة الأولى منه، فقد تسعى لترسيخ هذا التواجد في النادي بعد اكتمال الوحدتين الثانية والثالثة من المفاعل. أحمد البحراني من محطة بوشهر في ميناء بوشهر جنوب إيران، الميادين. بجهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران لم تشهد أي خطوة عملية من قبل الطرف الآخر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق النووي، وأشار إلى أن خطوتها الرابعة دليل على جدية إيران في مواقفها المعلنة. للأسف لم نشهد خطوة عملية من الطرف الآخر بعد الخطوات الثلاث التي اتخذناها رغم الشعارات والتصريحات. خطوتنا الرابعة تشير إلى أن الجمهورية الإسلامية جادة في مواقفها التي أعلنتها ولا تساوم على مصالح الشعب. نحن نرفض ربط مواضيع جديدة بمسألة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته، وما فوضنا عليه هو قضايا نووية فقط. لم نعقد الأمل على أحد ولم نغلق باب التفاوض. فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد. أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موافقة الحركة على إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية، حيث اعتبر هنية في لقاء مع الفصائل عقد في غزة أن حركته قدمت الكثير من التنازلات من أجل إنجاح الانتخابات التي أكدت حماس أنها ستحترم نتائجها. أحمد شلتان. بدعوة من حركة حماس شاركت الفصائل في اجتماع حول آخر تطورات الانتخابات الفلسطينية. رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أكد جدية حركته في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ويليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة. رسالة الأخ أبو مازن نصت على أن الانتخابات تجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل. كرمال وطننا قلنا بأن هذه لن تكون عقبة أمام الانتخابات. الفصائل المشاركة في الاجتماع اعتبرت أن تهيئة المناخ الإيجابي شرط لنجاح الانتخابات. كل النقاشات بإطار إيجابي يدفع هذه الانتخابات قدما، وعلى قاعدة كيف فكت كل التعقيدات وإلا نجعل من أي خطوة عقبة في طريق عدم إتمام الانتخابات. الانتخابات في غزة والقدس والضفة، وتكون معركة القدس معركة مفتوحة مع الاحتلال من أجل إجراء هذه الانتخابات، وأي انتخابات دون القدس أو غزة والضفة لا شرعية لها. وخلال الاجتماع استعرضت حماس ورقة قدمتها حركة المبادرة الوطنية حول تهيئة الأجواء والحريات العامة.
حيث أكد هنية أنها تشكل مدخلا جيدا لتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات. سعي الفصائل لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات وتأكيد حركة حماس استعدادها لقبول النتائج وتقديمها، ما قالت إنه تنازلات يراه الشارع الغزاوي فرصة لطي صفحة الانقسام. أحمد شلدان، غزة، الميادين. إلى ضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات فجر اليوم. وقد تصدى الفلسطينيون ببسالة لاعتداءات قوات الاحتلال شمال الخليل، حيث حاول جنودها مصادرة الأراضي الفلسطينية. يوسف محمد عبد الله هو راسنا. أنا عاطل عن العمل حاليا، 4 عصي. هاي عصي أنا. ليش عمرك؟ أنا إصابة احتلال، إصابتهم هذول، بس لما قلت له إصابة احتلال شرد. هذا أرضي، أرضي تأخذها اغتصاب، بدك تغتصبني غصب عنا، ما أخذ لك قتل موت، إذا بدي أطلع أرضي، بتطلعنيش من أرضي لا ولا مية زيها، ولا كل من قال أنا حددت العسكرية، مش يا زلمة أجبن منهم ما فيها هذول جبنة، لما بيجيني واحد من المزارع، هذا ابن حرام، بيجيني ابن حرام قاعد لي في أرضي، مين هو؟ مين هو؟ في أوراق، أوراق دمي 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 دم ابني، هيو هيو دمي دم ابني. هذا تقريبا 10,000 درهم، ما بصدروهاش تو عدمنا بصدروهاش، احنا عرضنا ودمنا وارضنا، هذا ارضنا، لا هم ولا قواتهم ولا احتلالهم ولا سلاحهم بصدرها. ارجع ورا، انت بتقدر ترجع ورا، انت ممنوع تخبط فيها، لانك لما بتخبط فيها بتنجسها. خلص حد الطاول بغ 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 بغ. أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين وفق القانون الأردني. لنا شاهين والتفاصيل. الأردن يفرض سيادته الكاملة على كل شبر من أراضي الباقورة والغمر، أعلنها العاهل الأردني عبد الله الثاني في خطاب العرش من تحت قبة البرلمان، لتعود المنطقتان بعد ربع قرن إلى السيادة الأردنية. انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. الأزمات في المنطقة ألقت بظلالها على الأردن الذي دفع ثمنا كبيرا، يقول العاهل الأردني، ويعزو ذلك إلى مواقف الأردن التاريخية. الأردن يتعرض لضغوط تتعلق بإنجاز تسوية للقضية الفلسطينية لا تتوافق لا مع المصلحة الفلسطينية ولا مع المصلحة الاستراتيجية للدولة الأردنية. لذلك أراد الملك عبد الله الثاني أن يعلن ومن بيت الشعب مجلس الأمة باستعادة أراضي منطقة الباقورة والغمر استعادة كاملة، وهو يرد بذلك على المحاولات التشويش الإسرائيلية التي يقدم عليها السياسيين والإعلام الإسرائيلي في محاولة للتشكيك في الموقف الأردني. الأهم من ذلك أيضا في تقديري أن الأردن مرة أخرى مستبقا ما قد يطرح من مشاريع تسوية فيما يتعلق بالحديث عن صفقة القرن، أعلن أن الأردن لا يمكن إلا أن يكون مع حل يضمن قيام دولة فلسطينية. أي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته للأرض في الباقورة سيحصل على تأشيرة دخول، تقول وزارة الخارجية، وتؤكد أن اتفاقية السلام أقرت ملكية 820 دونما فقط فيها، أما الغمر فهي أراض مملوكة للخزينة. لا تجديد ولا تمديد لإسرائيل في الباقورة والغمر، تقول وزارة الخارجية، وتؤكد أن المزارع الإسرائيلي سيتمكن لمرة واحدة فقط من جني ما زرعه من الخضار، شرط أن يكون دخوله عبر الحدود رسمية. لنا شاهين، عمان، الميادين. أفاد مراسل الميادين باستشهاد طفلة من جراء سقوط قذائف على حيي سيف الدولة والحمدانية في حلب شمال سوريا. بحسب مراسلنا، فإن الجيش السوري رد بواسطة مدفعيته على مصادر إطلاق القذائف في حي راشدين جنوب غرب المدينة.
اتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ هجوم على مدينة تل أبيض شمال شرق سوريا، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين. وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان على تويتر مقتل 8 مدنيين وجرح 20 في انفجار سيارة مفخخة دبرته وحدات حماية الشعب على حد تعبيرها. قال رئيس حركة البناء الوطني والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة إن سوريا جزء هام من المو في المنظومة الإقليمية والأمة العربية والإسلامية وحليف استراتيجي للجزائر. وفي حوار مع وكالة سبوتنيك شدد بن قرينة على أنه إذا فاز في الانتخابات سيعمل جاهدا ليس فقط لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية بل لقيامها بدور هام في مستقبل المنطقة، مركزا في الوقت نفسه على محورية دور الجزائر في الملفات الخارجية. أكد المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أنه سيعمل على استكمال تغيير النظام السابق بكل قوة. وقال خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه برنامجه الانتخابي بحضور عدد من رؤساء الأحزاب إن أولى الإجراءات التي سيتخذها إذا انتخب رئيسا ستشكيل ما أطلق عليها حكومة الانفتاح الوطني. أخشى ما أخشاه هو أن يجعل هذا النظام بين الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكررة، فلا يسمح لي نضالي ونضال رفقائي أن نفسح له المجال وأن نعبد الطريق أمامه، فترشحي وبرنامجي يهدفان إلى التعجيل بزوال النظام الفاسد وسد الأبواب أمامه. وفي تونس أعلنت حركة النهضة التونسية ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب، يأتي ذلك في ظل إصرار الحركة على تولي شخصية من صفوفها منصب رئاسة الحكومة. مراد الدلنسي والتفاصيل. رغم إصرار غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد على أن يكون رئيس الحكومة المقبل من خارج النهضة، أصر مجلس شورى الحركة على موقفه السابق بترشيح النهضة لشخصية من داخلها، بل أضاف معطى تفاوضيا جديدا سيخلط الأوراق ويتعلق بترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئاسة البرلمان. والمفاوضات المستقبلية بين النهضة وشركائها حول الحكومة ستأخذ في الاعتبار دعم الغنوش في هذا المنصب من عدمه. التصويت حول رئيس البرلمان زاد كذلك سيكون مؤشر مهم في معرفة من هي القوى المستعدة للتعامل مع النهضة في الحكم، أي في البرلمان وفي الحكومة، ومن هي القوى التي ترفض ذلك. فإحنا في مرحلة نتعمق التفاوض، والتفاوض هذا فيه مراحل، والنهضة ماهيش مستعجلة وستعلن عن رئيس الحكومة في الوقت المناسب بعد التشاور مع شركائها. هي مناورات سياسية بحسب متابعين قد تنتهي بتغيير موقف النهضة من هوية رئيس الحكومة المقبل في صورة حصولها على رئاسة البرلمان. أما فشلها في ذلك فقد يدعم موقفها المبدئي بأن تكون رئاسة الحكومة من نصيبها. البلاد بين حلول ثلاث، إما حكومة ضعيفة، إما حكومة مصلحة أو تسمية من هذه التسميات حكومة تكنوقراط، أو إعادة الانتخابات. وبالتالي نحن أمام عملية كسر عظم وعض أصابع خطيرة جدا. الكل يريد أن يحصل على أكثر ما يمكن، لكن الكل بدون استثناء لا يريد الذهاب في انتخابات أخرى. دستوريا سيكون آخر أجل لكشف الحركة عن اسم مرشحها لترأس الحكومة يوم الخميس المقبل، أي بعد ساعات من حسم معركة رئاسة البرلمان، لتنطلق بعد ذلك ولمدة شهرين على أقصى تقدير المفاوضات الفعلية لتأليف الحكومة. تأجيل مجلس شورى النهضة الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة وربطه برئاسة البرلمان يفتح المجال أمام جولة جديدة من مفاوضات الساعات الأخيرة قبل جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل. مراد الدلنسي، تونس، الميادين.
شارك آلاف الفرنسيين في تظاهرة ضد الإسلاموفوبيا في العاصمة باريس. المتظاهرون الذين قدرت وسائل الإعلام الفرنسية عددهم بأكثر من 13,000 رفعوا الإعلام الفرنسية ولافتات ترفض خطاب الكراهية والتخويف من الإسلام وتؤكد ضرورة العيش المشترك، كما رددوا هتافات متضامنة مع نساء المحجبات متهمين المناهضون أو المناهضين لهن بالعنصرية. تأتي التظاهرة بعد 4 أيام على هجوم استهدف أحد المساجد في بايون جنوب غرب فرنسا. عدم السماح للرجال ذوي اللحية أو النساء اللائي يرتدين الحجاب بالعمل هو أمر ليس طبيعيا، وحقيقة أن النساء لا يستطعن ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى المدرسة عند ارتدائهن الحجاب أو اصطحاب الأطفال في رحلات مدرسية أمر غير مقبول أيضا. نريد أن يدعوننا وشأننا ونعيش بسلام مثل أي شخص آخر، مثل كل المواطنين الفرنسيين. أنا المسلم الذي كان يعمل سنوات ويدفع ضرائبه، لا أشعر بأنني محمي من قبل رئيس بلدي أو من قبل رئيس الوزراء أو قانون عام 1905. حسنا، هذا موضع تساؤل، ونعم إنه خطر. الموسيقى إحدى أهم وسائل التعبير عن المشاعر عند الإنسان، فهو يتفاعل معها نفسيا وحسيا وسمعيا، كما أنها تساهم في تنمية الحس وإدخال البهجة إلى النفوس. فهل الألحان أفضل من الأدوية للعلاج؟ للوهلة الأولى قد يخطر على بالك بأنك في جلسة طرب لدى سماعك العزف على آلة الربابة، لكنها في هذه العيادة تستخدم كأحدى أدوات العلاج. عبد الله الشحنة أحد الأطباء الحلبيين، رائد في هذا المجال، فقد عاد إلى مدينته حلب بعد اغترابه عنها لأكثر من 25 عاما باحثا في هذا العلم، ليعيد إليها علما جديدا كانت تشتهر به المدينة منذ عقود. طبعا اخترت مدينة حلب لأن حلب غالي علينا، والأشياء اللي حصلت اللي ما نزم فيها صار فيها مخرجات عديدة من النواحي النفسية، وكان واجب أنه نتصرف نحن ونتدخل في العلاج النفسي. أكثر من 1000 مريض يعانون من الاكتئاب والاضطرابات النفسية شفيوا بواسطتها. رشا تخضع لعدة جلسات في عيادته، ولمست تحسنا فعليا بالموسيقى والترددات الصوتية بعد معاناتها من مرض الاكتئاب بسبب وفاة طفلها الصغير. جمعتني الصدفة بالدكتور عبد الله بجلسة جماعية، كان جلسة علاج جماعي وتعريفي على العلاج بالموسيقى. من خلال الجلسة لقيت حالي انه استفدت عليها كثير، فأخذت موعد منه وعملت أول جلسة فردية عنده، واستفدت عليها الحمد لله رب العالمين كتير، وقدر يخفف تأثير الصدمة علي. حاولت كتير لأبعد الحدود، بس هي تقبلها للمرحلة اللي هي خضعت لها وللمرحلة وللصدمة كان كبير. الربابة وغيرها من الأدوات التي يستخدمها عبد الله تخاطب العقل واللاوعي للمريض. يخطئ من يظن أن الموسيقى هي وسيلة ترفيهية فقط، بل هي وسيلة علاج أيضا. ونظرا إلى تأثيرات الموسيقى على النفس والجسد، فإن الطبيب عبد الله اكتشف أن لها تأثيرات نوعية في جوانب صحية متعلقة بالجهاز العصبي، وأن لكل همسة موسيقية تأثيرا في جزء معين من الدماغ، بل في كل عصب، ما يسمح بتخديره ليبعث على الاسترخاء والتغلب على الألم. والآن إلى العناوين. الرئيس البوليفي يستقيل من منصبه بعد دعوة قائد الجيش له للاستقالة. بعد تظاهرات طالت منازل مسؤولين وأملاك بحرية في لبنان، دعوات للاعتصام أمام المصرف المركزي اليوم بالتزامن مع مؤتمر صحفي يعقده حاكم المصرف. هناك أدلة فنية يعني ملموسة لدى يعني المقاومة على تدخل الأمريكان سلبا بعد انطلاق هذه التظاهرات. الناطق باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني للميادين، الولايات المتحدة دخلت على خط التظاهرات لزرع الفتنة. الإمارات تؤكد أن لأنصار الله دورا في مستقبل اليمن وحاجة دول الخليج للمشاركة في أي مفاوضات جدية مع طهران.
حركة حماس توافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع. المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الإنترنت الميدين.net وبلغة الإسبانية اسبانول.الميدين.net. ختام النشرة في أمان الله.